بس نتعرف على طريقة كيفية حل مشكل قفل كود المرور على تطبيقكم تروكولار. نقوم بالضغط هنا على تطبيق تروكولار، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على المرسلات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على قفل كود المرور، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على ضبط الآن، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.